الحمد لله رب العالمين. اليوم اول لعبه لنا بالدوره التصنيفي مثل ما انكم شايفين مريف حلب الشمالي بعزاز. اليوم لعبتنا نحن فريق اهلي حمص مع فريق الهلال الحر. الحمد لله الانطلاقه جيده كانت بعد تحضير من عده اشهر. نادينا نادي هو عباره عن العاب هلا فقط مختص بكره القدم، عم نحاول بقدم المستقبل ان شاء الله نوسعه ليكون نادي منافس على مستوى الريف في كافه الالعاب الجماعيه كانت والكانت الفرديه. الفكرة العامة من الدورة التصنيفية هي تصنيف الأندية بالريف الشمالي. نحن قبل ما نبدأ الدورة التصنيفية وزعنا الأندية على مجموعتين، كل مجموعة فيها 11 نادي. رح يتأهلوا من كل مجموعة 5 أندية على الدوري الدرجة الأولى. بعد ما ينتهي الدورة التصنيفية ب 25/4 رح نبدأ دوري عام ذهاب وإياب للعشر أندية اللي تأهلوا من الدرجة الأولى، وباقي الأندية رح تكون درجة ثانية.